مشاهدينا مساء الخير، نعود إلى جدل عراقي بعد توقف دام طوال شهر رمضان المبارك وأيام عيد الفطر السعيد. أدامه الله عليكم جميعا بالخير والطمأنينة. جدل عراقي هذا المساء نكرسه لقانون انتخابات مجالس المحافظات الذي أقره البرلمان أخيرا ووافق عليه مجلس الرئاسة اليوم. هذا القانون تعرض لحملة من الاحتجاجات بسبب إلغاء المادة 50 التي تعطي المكونات القومية والدينية الصغيرة حصتها من مقاعد بعض مجالس المحافظات. وتلافيا لاستمرار هذا الأمر، طالب الجميع بتشريع ملحق تكميلي للقانون يعيد للأقليات تمثيلها المحدد في الدستور. واليوم عمد مجلس الرئاسة إلى الموافقة على تقديم المادة 50 بصيغتها الأولى إلى مجلس النواب كمشروع قانون منفصل. فهل سيتمكن مجلس النواب من تسريع إقرار مثل هذا الملحق قبل الموعد المفترض لبدء الانتخابات؟ ثم من يحدد ما هي الأقليات وما هي حقيقة انتماءاتها بعد إعلان المسؤولين الأكراد بأن الشبك ينتمون إلى المجموعة الكردية وبالتالي لا يعتبرون أقلية؟ كل ذلك سيكون الليلة موضوع جدل عراقي مع ضيوفنا في استوديو الدكتور هاشم الطائي رئيس لجنة المحافظات غير المنتظمة في أقاليم، الدكتور أحمد الأبيض وهو محلل سياسي مستقل. لكن لابد لنا من تذكيركم مشاهدينا بأبرز الأحداث التي شهدها شهر رمضان المبارك. إليكم هذا التقرير. في غياب جدل عراقي في خلال شهر رمضان الفضيل، حصلت تطورات كثيرة على مختلف الصعد السياسية والأمنية لابد من التذكير بها في بداية الحلقة. ومن أبرز هذه الأحداث الزيارة المفاجئة التي قام بها وزير الخارجية المصري السيد أحمد أبو الغيط إلى بغداد، والتي ترافقت مع الإعلان عن مباشرة رئيس بعثة جامعة الدول العربية الجديد السيد هاني خلاف مهام بعثته المتوقفة منذ عام تقريبا بعد وصول سفير الإمارات العربية المتحدة إلى العاصمة أيضا. إلى ذلك توصل البرلمان بعد أشهر عدة من الخلافات والمناقشات إلى حل توافقي بشأن قانون انتخابات مجالس المحافظات. ومع أن إلغاء المادة 50 من القانون أثارت انتقادات واسعة واحتجاجات علنية في الأوساط القومية والدينية الصغيرة في البلاد، بيد أن إقرار البرلمان للقانون يعد خطوة إلى الأمام باتجاه حسم قضية انتخابات المجالس وتعزيز أجواء المصالحة الوطنية. وشهد شهر رمضان أيضا قيام القوات الأمريكية بإطلاق أكثر من 2550 معتقلا من السجون التي تسيطر عليها، على أمل الانتهاء من ملف المعتقلين في السجون الأمريكية مع نهاية العام الحالي، كما صرحت به مصادر برلمانية. على الصعيد الأمني أيضا، أعلن وزير الداخلية جواد البولاني أن الحكومة تسلمت ملف عناصر الصحوة في محافظة بغداد من القوات الأمريكية كمرحلة أولى لتسلم ملف جميع عناصر الصحوة في المحافظات الأخرى. وأشاد الوزير بدور الصحوات في مساندة عمل الحكومة، التي قال إنها لن تنسى ما قدمته من جهود في مجال تثبيت الأمن في العراق. على الصعيد السياسي، وبعد الاعتراضات التي أبداها الجانب العراقي في المفاوضات الجارية منذ مطلع العام الحالي للتوقيع على المعاهدة العراقية الأمريكية، أكدت مصادر مطلعة قرب استئناف المباحثات من أجل التوصل إلى صيغة مرضية للطرفين. ونقلت صحيفة ستارم تريبيون الأمريكية عن رئيس الوزراء السيد نوري المالكي قوله إن الاتفاقية الأمنية مع أمريكا جوهرية لكلا الجانبين، لكنه شدد على ضرورة احترام المصالح العراقية. وبشأن بعض القضايا السياسية التي كانت ولا تزال مثار جدل بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان، ومنها المادة 140 من الدستور ومسألة استثمار النفط والغاز في الإقليم وقضية خانقين، أكدت مصادر مطلعة قرب استئناف المباحثات لحل هذه الخلافات. وقال رئيس الجمهورية جلال طالباني في هذا الصدد إن الخلافات في المرحلة الانتقالية. دكتور يونادن، يعني السؤال كان واضحا، هل أنتم ستأخذون التمثيل بالكوتا فقط أم أنكم ستأخذون الكوتا إضافة ربما إلى تحالفات قد تكون
يعني مرغوب بها من الكتل الكبيرة. هل لكم حصتين اليوم في الانتخابات، واحدة من القوتا وواحدة من التحالفات الممكن عقدها مع الآخرين؟ أنا أسف، لكل مواطن حق تصويت مرة واحدة فقط. نعم. فإذا ينتخب أن يكون من بين جماعة الكوتا ففقط في الكوتا. أوكي. وإذا كان مع بين المؤسسات الوطنية الأخرى أو التحالفات الوطنية فانتهى حقه، حق واحد فقط، إما أن ينضم للقائمة الوطنية أو ينضم لقائمة الكوتا، فليس له حقان، حق نعم. واحد فقط، مرة واحدة يصوت. طيب دكتور أحمد، يعني أجد أن الأمور تتشعب، أريد العودة تحديدا إلى هذه المادة 50. لماذا وضعت في القانون ومن ثم سحبت والآن يعاد طرحها؟ يعني ألا تشعر بأن ذلك يعني يفقد مصداقية أكان لمجلس الرئاسة ربما ومن ثم لمجلس النواب وللنواب أجمعين؟ والحقيقة يعني أنا بس أوضح نقطة الأستاذ يونادم، كان أنا أطرقت يعني المعيار الوطني مو من باب الشعار أو الخيال، ولكن قلت الخيار يجب أن يكون هكذا. نعم. وعلى هذا الأساس هو يعني الأستاذ يونادم كان لا زال لديه هو والآخرين ومن حقه هذه المخاوف، يعني لا إشكال على ذلك، لأنه اللي حصل في الانتخابات الماضية التي أنتجت مجالس محافظات الحالية هذه اللي حصلت في الانتخابات الماضية كانت قائمة مغلقة واحدة، وبالتالي هنالك أيضا هذه الانتخابات للإنصاف، مثلا مجلس محافظة بغداد اللي يتحدث عنه الأستاذ يونادم كنا، أنا أعلم ويعلم الأستاذ هاشم أنه المكون السني لديه ممثل واحد. وهذه حقيقة يعني في مجلس محافظة بسبب عدم مشاركة، يعني سنعتبر برغبتي. أن السنة هم أقلية في إذا كان هذا المعيار نتعامل على هذا الأساس. الآن مجلس محافظة بغداد ليس فيه سني واحد، هم الأخوة الممثلون الشيعة يقولون هذا الكلام. فهذا القصد، أنا شنو قصدي، هو ليس المعيار أنه ما جرى في تلك الانتخابات، لأن هذه الانتخابات التي سوف تجرى تختلف في طريقة أداء، أو لدي هي قائمة مغلقة أو مفتوحة، يعني سيمي، يعني نصف مفتوحة نصف، هذا واحد. ما وضع في القانون القديم للكوت اللي هي 45 مقعد على ما تذكر التي وضعت، حقيقة كفلت حق عدم الفوز، يعني في حالة عدم فوز أي واحد من المكونات أو الأقليات فهذه 45 تكفل لهم الوصول عليه في ذاك القانون. أنا لا أعتقد فيه يدرى الشيء أنه كوتا كان في القانون، لأن طريقة إجراء تلك الانتخابات تختلف. هذا الشيء هنا علينا أن نجيب بشكل مباشر، لماذا هذا يعني عدم الوضوح في إقرار المادة أو نقضها؟ هو هذا السؤال. أنا باعتقادي هنالك إرادة